اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في الدرس رقم 3 من كورس تعلم اساسيات الكمبيوتر والانترنت من الصفر حتى الاحتراف. طبعا احنا الدرس اللي فات اتكلمنا عن بعض المصطلحات الشائعه في جهاز الكمبيوتر واللي حضرتك هتتعرض ليها دايما في شغلك. النهارده هنكمل ده، يعني ده يعتبر الجزء الثاني من المصطلحات الشائعه في الكمبيوتر برضو اللي عايز حضرتك تبقى على درايه بيها وتبقى عارفها. طيب ايه تاني في المصطلحات الشائعة ممكن حضرتك تشوفه او تتعرض ليه او تشتغل عليه؟ اللي هي الفلاش ميموري. يعني ايه فلاش ميموري او يعني ايه يو اس بي؟ دايما حضرتك لما تشتغل على الكمبيوتر هتسمع الكلمة دي كتير جدا. اليو اس بي ده بيبقى مخرج موجود جوه الكيسة، بنحط فيه اي حاجة بتدعم اليو اس بي، على سبيل المثال فلاشة، كابل، طبعا كابل ربط الموبايل بالكمبيوتر، يعني ممكن يبقى فيه مع حضرتك موبايل وممكن تحب تربطه على الكمبيوتر علشان تاخد منه داتا او صور او افلام او تحط عليه حاجة، فلازم بيبقى فيه كابل اتصال ما بين الكمبيوتر وما بين الموبايل، ده بنسميه كابل ربط الموبايل بالكمبيوتر. تمام، زي ما قلنا ممكن لو حضرتك عندك طابعة وبتطبع ورق او تشتغل على الوورد هيبقى لازم متوفر كابل الطبع، وكابل الطبع ده بيركب في اليو اس بي. طبعا اي كيسه زي ما شرحنا في الدروس السابقه بيبقى فيها مجموعه يو اس بي من قدام وفي من ورا، ممكن ورا في الكيسه من ورا بتلاقي حوالي 4 يو اس بي ومن قدام بتلاقي 2، ده اللي هو المعروف او المتعارف عليه. تمام، طيب ممكن برضو في سكانر اللي هو بنحط فيه الورق ونسحب الورق من خارج الكمبيوتر بنحوله لصور عندنا داخل الكمبيوتر بحيث نتحكم فيه نرفعه على الانترنت او نبدا نشتغل عليه او نعدل فيه او نعمل اي حاجه. طيب ده بالنسبه لمخارج او مداخل اليو اس بي. في المقابل الناحيه الثانيه بنسمع على كلمه فلاش مود اللي هي بالمعنى الشائع او البلدي الفلاشة. طيب ايه هي الفلاشة؟ احنا قبل كده اتكلمنا عن الهارد ان هو سعة تخزين كبيرة، الفلاشة نفس الموضوع، سعة تخزين بس صغيرة. تمام، بتبقى وحدة تخزين صغيرة ودي بتبقى قابلة للازالة بسهولة، بنركبها في مخرج اليو اس بي تظهر معانا الفلاشة ان هي ارد. طبعا هنوري حضراتكم ازاي تركب فلاشة، ازاي تشيلها بطريقة آمنة، ازاي تفرمطها. من خلال منفذ اليو اس بي لما بنركب الفلاشة على جهاز الكمبيوتر بيبقى متاح ليا ان انا انقل بيانات من والى جهاز الكمبيوتر. في طبعا منها شركات كتيرة وفي انواع كتيرة جدا منها بتصنع الفلاش دي، وطبعا بتبقى باختلاف اسمها واختلاف احجامها. وطبعا الشائع في المساحات بتاعة الفلاش دي، الفلاشات دي او الفلاش ميموري، بيبقى او المتعارف عليه او اللي حضرتك ممكن هتشوفه اللي هي 4 جيجا، 8 جيجا، 16 جيجا، 32 جيجا، مضاعفات يعني. تمام، 64 جيجا، 128 جيجا، 256 جيجا وهكذا. تمام، الفلاشة بيبقى متاح عندي انقل عليها او امسح منها او احط عليها بعكس السي دي. طبعا السي دي هنتطرق ليه بعد كده وهنتكلم عليه. تمام، طيب الفلاشات زي ما اتفقنا في منها انواع كتير، في ممكن نلاقي فلاشه معدن زي اللي في ايدي دي فلاشه معدن اهي بيبقى فيها فتحه هنا ممكن نحطها في ميداليه مفاتيح او ممكن حضرتك تحطها في جيبك. طبعا دي لو وقعت منك او جرى فيها اي حاجه مش بيحصل لها اي حاجه لان هي معدن. تمام، ده نوع من الفلاشات. نوع تاني من اللي زي كده تبقى فلاشه زي كده هي اللي في ايدي دي، هنزلك برضو صورتها على الشاشه بالغطا بتاعها وكل حاجتها. طبعا هنا بيبقى فيه راكب غطا فيها، بنشد الغطا ده يظهر ده مخرج اليو اس بي، بنركبه بيركب في الكيسه في اليو اس بي كده. طبعا ما بيركبش من اي ناحيه، هو ليه عدله، يعني لما باجي اركبه في اليو اس بي اول ما باجي اركبه كده بيبيت معايا، لو ما بيتش كده في المدخل ده يبقى كده انا بركب غلط، باجي اعملها كده واجي اقلبها واجي
مركبها في اليو اس بي. اول ما بركبها كده بتبدا تقرا وتظهر عندي في الجهاز، وده بيبقى مدخل الفتحه بتاعه الفلاشه اللي بركبها في ايه، في اليو اس بي. تمام. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عنه في المصطلحات الشائعه؟ السي دي. حضرتك لو عندك دلوقتي سي دي روم في الجهاز او دي في روم، ممكن يبقى راكب في الجهاز بس حضرتك ما تعرفش استخداماته. السيروم هو عبارة عن قرص مضغوط، تمام، او جهاز بيتحط فيه قرص مضغوط بيتم التعامل معه عن طريق جهاز الكتروني بيسمى سي دي او دي في دي درايفر. تمام. والسي دي او الدي في دي ده بيقرا من جوه عن طريق عدسة ليزر صغيرة جدا، هي اللي بتقوم بالقراية والتسجيل على القرص المضغوط ده. طيب. القرص المضغوط ده ايا كان سي دي او دي في دي، بعد ما بنسخه اول مرة ما بيبقاش متاح ان انا اشيل من عليه وانقل تاني، دي معلومة عشان نبقى عارفينها برضه. تمام. احنا قلنا دلوقتي السي دي، السي دي درايفر. تمام. احنا قلنا السي دي قرص مضغوط، السي دي درايفر اللي هو الجهاز اللي قلنا ايه بيركب فيه الاسطوانه او المعنى الشائع اللي بنسميه لها الاسطوانه. في ناس بتقول اسطوانه الدي في دي او اسطوانه السي دي. اسطوانه الدي في دي بتتميز عن السي دي اولا بكبر حجمها، تاني حاجه ان هي بتشيل مساحات مثلا ممكن 2 جيجا 3 جيجا، لان الدي في دي بيبقى مساحته 4 جيجا و7 من 10، لكن السي دي بيبقى مساحته 700 ميجا، يعني الدي في دي حوالي 5 اضعاف السي دي. تمام. طيب الدي في ده زي ما قلنا في منه دي في دي رايتر. رايتر ده اللي هو ايه، اللي هو معنى كلمه رايتر او رايتر اللي هو كاتب، رايت يعني يكتب. ماشي. سي دي رايفر، سي دي رايتر او دي في دي رايتر ده اللي ببدا اعمل بيه الاسطوانه. يعني انا عايز اعمل اسطوانه موسيقى، اسطوانه افلام، اسطوانه برامج، اسطوانه ويندوز، كل ده لازم يكون عندي دي في دي رايتر او سي دي دي في دي رايتر. ببدا احط الاسطوانه جواه وابدا ببرنامج زي برامج النيرو او برامج نسخ الاسطوانات زي الترا ايزو او برامج كتيره جدا متوفره. ماشي. هنبدا نشتغل عليها برضو بعد كده. ببدا انسخ الاسطوانه بالطريقه اللي انا عايزها. تمام. في من انواع الاسطوانات اللي بنسخها برضو، في اسطوانات بنسخ اسطوانه بوت دي اللي هي اسطوانه الاقلاع، بتبقى زي اسطوانه ويندوز او اسطوانه هيرن او اسطوانات من برامج التعامل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق الدوس. تمام. يعني قبل الجهاز ما بيفتح بقدر اتعامل، يعني حتى الجهاز لو ما فيهوش نسخه ويندوز على الهارد بقدر اتعامل مع الهارد واقدر انزل ويندوز، ادخل الهارد اعمل ده كله. تمام. لو حضرتك عايز تعرف ازاي تعمل جوست على الجهاز او ازاي تعمل باك اب على نسخه الويندوز او تدخل من غير ما يكون عندك ويندوز على الجهاز، في فيديوهات سابقه هتلاقيها موجوده على القناه. طيب يبقى احنا شرحنا دلوقتي الفلاشات السي دي الدي في. تمام. الدي في دي يعني ايه فورمات او تهيئه او بالمعنى الشائع البلدي فرمطه. يعني حد ممكن تسمع ابنك يقول لك ايه، انا معايا فلاشه بابا هفرمطها على الكمبيوتر علشان احط عليها حاجه، او بنت حضرتك تقول لك انا فرمطت الفلاشه حطيتها على الكمبيوتر وفرمطتها. يعني ايه فرمطتها او عملت لها فورمات او تهيئه؟ الفورمات او التهيئه هو بينقسم لحاجتين. لو على القرص الصلب يبقى انا بعمل تهيئه للكورس كله ليصبح جاهز لاستقبال نظام ويندوز جديد. يعني لو انا عندي السي عليها الويندوز وعملت فورمات للسي، ما ينفعش اعمله وانا على الويندوز نفسه، بعمله من بره ببرامج تانية او ببرنامج الويندوز اللي بنزله. كده انا عملت تهيئه للكورس وفضيته نهائيا عشان يستقبل مني نظام ويندوز جديد. تمام. طيب احنا كده عرفنا الفورمات بتاع السي او بتاع الكورس الصعب. لما باجي اعمل فورمات بقى لاي بارتيشن تاني زي الدي او الاي او اي حاجه موجوده عندي في الجهاز بعملها عادي من غير اي حاجه، بعلم كليك يمين
بتظهر عندي لوحة الأوامر زي ما اتفقنا، ببدأ أدوس على كلمة فورمات. طيب أنا دلوقتي عايز أشوف الفلاشة هتقرأ معايا، أو أعمل فورمات إزاي لجهاز، لأي حاجة موجودة على الجهاز، أو أعمل لها تهيئة. هنمسك كده دلوقتي أي فلاشة عندي وهبدأ أركبها. طبعا أنا الكيسة جنبي، اتفقنا ان في عدلة للفلاشة، تمام. اول ما بركب الفلاشة بتظهر معايا زي كده، فتح تلقائي في الجهاز، او بلاقيها زي كده. بص حتى حضرتك لو انت بصيت هتلاقي هنا عندك، عندي هنا السي ده القرص الصلب، لو فتحته مش هتلاقي عليه غير ملفات السيستم اللي هي خاصة بالويندوز، زي ما اتفقنا ان انا مش بحط عليه اي داتا تخصني، علشان لو حصل حاجة في السي او فورماته ما تروحش الداتا اللي عندي من عليه، تمام. طيب ادي مثلا انا مقسم الهارد بتاعي لاتنين بارتيشن، تو بارتيشنز، ماشي، او جزئين، والجزء التالت عندي ده الفلاش. لو دخلت على الدي عندي مثلا هلاقي ده البارتيشن وده الحاجة بتاعتي اللي انا حاططها على الجهاز، او الملفات اللي انا بشتغل عليها، ونعرف يعني ايه ملفات في الحلقات القادمة، تمام. دي الفلاشة بتاعتي، لما بدوس عليها دبل كليك، لو دوست كليك يمين بيفتح لي لوحة أوامر. بص حضرتك أنا فتحت معايا. طب لو أنا جيت في الفاضي كده ودوست كليك يمين تاني، مش هيفتح لي قائمة الأوامر اللي كانت ظاهرة. ليه؟ لأن ده القائمة دي ظاهرة لي بناء على المربع اللي أنا واقف فيه ده كله، فأنا مش محدد أي حاجة هنا عشان يظهر لي عليها حاجة. فهو هنا بيقول لي عايز تعرض الايقونات بايه، او عايز ترتبهم بايه، او عايز تعرض الجروبات بايه، او عايز تعمل ريفريش اللي هي زي تحديث لجهاز الويندوز، ماشي، او تنشيط للحركه بتاعت الويندوز، تمام، او بروبرتس يبدا يعرض لي ايه الخيارات بتاعت الويندوز، او الكلام ده كله هنعرفها برضو ازاي نجيب الحاجات دي كلها، ماشي. طيب انا هقف على الفلاشه، كليك يمين، هشوف الاختيارات دي، في منها اوبن ان نيو ويندو، يعني فتح في قائمه جديده، ماشي، اوبن اوتو بلاي زي الاسطوانات بقى اللي هي بتبقى ذاتيه الاقلاع والحاجات دي، سكان فور فيروس لو حضرتك منزل انتي فيروس على الجهاز وعايز تعمل سكان للفلاشه، بتقف زي ما قلنا كده على الفلاشه بالكليك الشمال من غير ما تدوس عليها خالص، تدوس كليك يمين وانت واقف على الفلاشه بتظهر. لو هعمل سكان ببدا ادوس هنا كده بالكليك شمال دوسه واحده بيبدا يظهر لي معايا برنامج الانتي فيروس، ويعمل لي ايه سكان على الحاجه اللي انا هعمل عليها سكان، او على ايه، او على المكان ايا كان. يعني انا حتى لو هنا هعمل سكان على الدي برضو هاجي كده الاقي نفس القايمه ظهرت لي على اي بارتيشن من دول، نفس القايمه، تمام. طيب انا دلوقتي على الفلاشه برضو، لو بصينا على الفلاشه من تحت كده هلاقي مكتوب عليها هنا مساحه اجماليه 14 جيجا ونص، تمام، بيقول لي 9 جيجا 62، تمام، 9.62 اللي هي 62 اهي، يعني 9.62 من 100، يعني حوالي 9 جيجا ونص فري، يعني فارغ من اوف 14 جيجا ونص، يعني بالبلدي كده بيقول لي عندك 9 جيجا و600 ميجا و20 مساحة فارغة من إجمالي مساحة 14 جيجا ونص اللي هي إيه؟ الفلاش. طب لو أنا عايز أعرف مساحة أي حاجة في دول، باجي واقف عليها زي ما اتفقنا بتظهر القائمة دي كلها، مش بدوس على أي حاجة غير كلمة بروبرتس آخر حاجة تحت، بيبدأ يظهر لي قائمة زي كده بتبقى عليها الاسم الفلاشة، الفات بتاعها إذا كانت NTFS أو فات 32، تمام، وطبعا الفات 32 او ال NTFS، ال NTFS ميزته ان هو اسرع وامن في حمايه البيانات، والحاجه الثالثه ان هو الملف الفردي لما باجي ابعته عن طريق ال NTFS بياخد مساحات فوق ال 4 جيجا، لكن لو فات 32 اقل من 4 جيجا. يعني لو عندي ملف 4 جيجا ونص وجيت ابعته على فلاشه معمول لها فورمات او تهيئه بنظام فات 32 مش هيقبل. فدي معلومه برضو نحطها في الذاكره عندنا، لان حضرتك ممكن تصور فيديو لفرح او لاي حاجه وتيجي تبعته على فلاشه ما يقبلش منك، تفتكر ان الفلاشه بايظه، لا هي مش بايظه،
هي الفلاشة هتلاقيها متفرمطة، لو فتحت بروبرتس كده وجيت عند فايل سيستم هنا هتلاقي دي بدل NTFS فات 32، تمام؟ فيبقى حضرتك تاخد بالك من المعلومة دي. طبعا هنا بيقول لي المساحة الإجمالية 14 جيجا ونص، هنا زي ما قلنا يوزد سبيس اللي هي المساحة المستخدمة 4 جيجا و90، يعني 4 جيجا و900 ميجا. بيقول لي فري سبيس الفارغ 9 جيجا 62، تمام. هنا بقى السكيورتي، هاردوير، كل حاجه تخص الفلاش لو عايز اعمل فيها اي حاجه، تمام، بيبقى عن طريق هنا. بص حضرتك انا بوريك القوائم دي، وعندي هنا قائمه سكيورتي. طيب هندوس كانسل كده تاني. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الفورمات، هنيجي نعلم كده زي ما اتفقنا، وهدوس على كلمه فورمات. فورمات اهي اهي، باجي دايس عليها بمجرد ما ادوس كليك شمال تبدأ تظهر معايا قائمة كده. دي القائمة الأساسية اللي هي بتاعت الويندوز، الفورمات العادي خالص. بلاقي هنا عندي المساحة الإجمالية للفلاشة، تمام. هنا فايل سيستم بيقول لي الفلاشة بتاعتك بنظام NTFS. طب أنا عايز أفرمتها أخليها فات 32، بفتح القائمة اللي هنا السهم ده وأختار فات 32. حتى بيقول لي هنا الديفولت، وهنتكلم يعني إيه ديفولت، تمام. هنا لوكيشن يونت سايز ممكن اخليها ديفولت برضو، ماشي. وهنا الليبل، الفوليوم ليبل ممكن اسميها اي اسم عايزه، يعني انا هنا مسميها ام اندر سكول مبروك اختصار محمد مبروك، ممكن اسميها مثلا نبذه ابداعيه، اي حاجه هكتبها هيقبلها مني، بس في مساحه حروف معينه. يعني هنا عندي قال لي اخرك في الحروف دي عدد معين من الحروف، قال لي اخرج لحد ليه، مش هيكتب لي تي مربوط، هو ده العدد اللي عندي. ممكن اكتبها مثلا محمود، ممكن اكتبها مثلا ندى، اي اسم عايز اكتبه، تمام. طيب فورمات اوبشنز، لما باجي اعمل فورمات يستحسن عشان ما تطولش معايا بعلم الخيار ده اللي هو ايه، كواد فورمات، اللي هو يعني تهيئة سريعة. طبعا عايز اعمل فورمات بطيء، ماشي، بشيل العلامة من هنا وابدأ. اول ما ببدأ هنا بيبدأ الشريط ده يمشي معايا كده، بلاقي الشريط ده اخضر وبدأ يمشي معايا سنة سنة. طبعا لو بسرعة هلاقي الشريط ده عامل كده بسرعة وجاب لي هنا رسالة ايه، اوكي سكسسفولي، يعني ايه تمت التهيئة، تمام. لو شايل العلامة من على ده بلاقي هنا الفورمات بيمشي معايا في الشريط اللي تحت ده، يعني ايه حاجات بطيئه لحد ما بيجيب لي برضو في الاخر اوكي. لو ما ادانيش هنا رساله اوكي، رساله كده ومكتوب عليها اوكي وسكسسفولي او تمت التهيئه كده، الفلاشه يبقى فيها مشكله. وطبعا بعد كده هنبدا نتكلم برضو لو في فلاشه في مشكله في الفلاشه مش بتفرمت معاك او مش بتقرا، هنبدا نعرفكم ازاي تتعاملوا معاها، تمام. يبقى خلصنا هنا في الجزء ده، نظام تهيئة الفلاشة أو نظام تهيئة بارتيشن. البارتيشن زي ما اتفقنا بدوس عليه برضو كده لو عايز أعمل له تهيئة، لو دوست فورمات هنا نفس اللي عمله معايا في الفلاشة، بيقول لي عندك هنا المساحة الإجمالية للقرص ده 368 جيجا، الديفولت اللي فيه NTFS متقسم NTFS، تمام. اللوكيشن زي ما قلنا، وهنا كويك فورمات، تمام. وهنا لو عايز أكتبه بدل ما دي مثلا ممكن اكتبه احمد، جمال، علي، خالد، منال، نوها، اي اسم عايز اكتبه، تمام. دول متاح ليا ان انا اعمل فيهم تهيئه. طيب القرص الصلب اللي هو حتى بيبقى عليه مربعات كده او علامه ويندوز هنا، اللي هو نازل عليه الويندوز. طيب لو انا دوست كده وجيت اعمل فورمات للجزء ده، تمام، بص اداني رساله بيقول لي ايه، يو كان نوت فورمات ذيس فوليوم. يعني ايه؟ يعني أنت لا تستطيع تهيئة هذا القرص، تمام؟ لأن هو بيقول لي educations the version of Windows that you are using formatting this volume could not case your computer to stop working. بيقول لي أنت ما تقدرش تعمل فورمات او تهيئه على البارتيشن ده عشان لازم تكون موقف التشغيل
او لو عملت كده هيقف التشغيل وما ينفعش، مش مصرح ليك ان انت تعمل تهيئة. يبقى اتفقنا ان انا القرص الصلب او اللي عليه الويندوز ما ينفعش اعمل له تهيئة من على ايه؟ من على جهاز الكمبيوتر. انت ركبت الفلاشة وعايز تخرجها، ممكن تسحبها من الكيس على طول، يعني لو سحبتها عادي هلاقي دي اتشال، ماشي. بس الافضل ليا باجي دايس كده، ماشي، وعلى علامة الفلاشة، وباجي دايس اجيت. طيب انا عندي هنا اكتر من حاجة، عندي ده التليفون وعندي هنا ديفايس برينتر او كاميرا، وعندي هنا اجيت داتا ترانسفير اللي هي ايه؟ اللي هي الفلاشة. ممكن ادوس هنا، وايه في طريقة تانية كمان، ممكن اجي اعلم كليك يمين كده واجي دايس على كلمة اجيت، والخيار ده ممكن اعمله في الفلاشة وفي ايه؟ وفي السيدروم او الدي في دي. لو دوست كده اجيت ثواني وبلاقي اتشالت. بص حضرتك كده اتشالت الفلاشة، كده انا عملت عملية خروج امن للفلاشة. ابدأ اشد الفلاشة من الكيسة تبقى معايا زي كده، وبكده يبقى انتهى درسنا الثالث من كورس تعلم اساسيات الكمبيوتر والانترنت من الصفر حتى الاحتراف. استنونا بباقي الدروس. كان معكم محمد مبروك من قناة نبذة إبداعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.